عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أحمد؟ نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ لدي سؤال مهم جدا يا شيخ، وأتمنى أن تجيب عليه يا شيخ، بارك الله فيك. اتصل على الشيخ يا أخي. ها؟ تعطيه رقم الشيخ يا أخي، اتصل عليه. الشيخ أحمد الوصافي؟ الشيخ يحيى، اتصل عليه. لا أريد منك أنت استفسار بسيط جدا وبعدها تتصل بالشيخ يحيى. شيخ؟ أريد منك استفسار بسيط جدا. تفضل. طبعا لا يخفى عليكم الفتنة الحاصلة في اليمن حاليا. و؟ لا يخفى عليكم الفتنة الحاصلة في اليمن حاليا. فتنة ايش؟ فتنة عبد الرحمن العزي. ها. ونحن شباب قابلين بشرح الشيخ الهجوري بناء على قواعد الأصول التي قدمها الشيخ الهجوري في عبد الرحمن العزي. ارجع يا شيخ، لا استكثر مني، الإشكال هو عندي، بارك الله فيك. نريد موقفكم أنتم من هذه الفتنة يا شيخ، بارك الله فيك. نحن موقفنا، نحن طلاب شعر، أنا طالب علم عند الشيخ، كيف نقول موقف يعني؟ الله أكبر، يعني موقفكم موقف الشيخ يعني إن شاء الله. نحن طلبة علم عنده. نعم، بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم.